وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. معانا النهاردة المطبخ بتاعنا البتنجان. والبتنجان لما بنقول بتنجان دايما في الأسرة المصرية ما اعرفش ليه بالذات، يعني البتنجان مظلوم، يعني عاملين بتنجان النهارده معناته ان احنا يا مفيش فلوس يا فقراء يا الدنيا مش ظابطه معانا، مع ان البتنجان ده انا بسميه لحمه الفقير، بسميه القيمه الغذائيه العاليه جدا، غني بالحديد، بيضاهي السبانخ، بيضاهي اللحوم، فلازم نهتم بيه شويه. فتعالوا نعمله النهارده سكالوب كريسبي، حاجه لطيفه وجميله، ونعمل البتنجان كريسبي بفليفر احنا اي حابينه، بالروزماري بالزعتر، هنشوف نعمله ازاي، وفي نفس الوقت هيبقى فيه مكون بروتين ولطيف وجميل. معايا كبده اسكندراني النهارده هعملها بطاجن مكرونه بالكبده الاسكندراني. يعني ايه طاجن مكرونه بالكبده الاسكندراني؟ في بعض المطاعم الشعبيه بتلاقوا دايما طواجن المكرونه وطواجن البشاميل مشهوره، فالنهارده هنعمل الطاجن ده، تقدر تعمليه لاولادك، تعمليه في العزايم في المناسبات، ياخد جبنه بقى والطعم الجميل، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن ليا النهارده مفاجاه للامانه، دايما الرز بلبن في المناسبات، يقول لك والله بالمناسبه الفلانيه انا هعمل رز بلبن ونوزعه على الحته. النهارده الرز بلبن مع الشيف المغازي هياخد قرفه وياخد مكسرات، هيبقى له طعم مميز جدا. مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقات النهارده مميزه، بان انا بعشق البتنجان وبحب دايما اغير من الطعم بتاعه. بابا غنوج متبل اسكالوب، نعمله محشي، نعمله كل السلطات، هنشوف النهارده نعمله ازاي بطريقه جديده وحصري. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن بمعنى كبير وطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انت دلوقتي عندك النهارده شويه بتنجان حلوين، وعندك كبده اسكندراني متقطعه عصافيري، وعايزين نعمل طاجن مكرونه حلو، ولكن معايا النهارده رز بلبن. اذا انت معاكي واقفه في المطبخ لمده ساعه، والناس حبايبي طبعا فريق العمل دايما يقولوا لي ساعه، الساعه دي تبقى 40 دقيقه وساعات 50 دقيقه، فانا عايز انجز وقتي. اتفاجئت بان الرز معايا طبعا مش مستوي، فانا عايز اعمل شويه رز بلبن. فانا هنبدا الاول بمقادير الرز بلبن مع القرفه والمكسرات. مقاديره رز مصري ومكسرات اللي عندك بقى، ما تجودي به، فول سوداني على زبيب على قرفه على جوز الهند اللي موجود عندك. اذا عندنا رز مصري وحليب، وعندنا طبعا المكسرات بتاعتنا، وللامانه كمان معانا السكر او عسل حسب الرغبه. فخلونا نبدا باول حاجه نحطها على النار ونخلص منها الرز، علشان ياخد وقته في السوى، على ما نخلص الحكايه بتاعتنا والحدوته بتاعتنا يكون الرز استوى ونقفله مع بعض. ازاي اعمل شويه رز بلبن؟ هو ده الكلام. بننزل بالرز ده كده، حلو قوي. على فكره الرز بلبن يعني مش انت بتعملي رز مسلوق او رز ابيض تكتري الكميه، لا، تبقى كميه قليله جدا. انا ليا تركايه بقى في عمل الرز بلبن مفيده جدا. ايه هي؟ باخد مكعب زبده كده والف الرز بيه. بجد يا شيف دي جديده دي. اه بص اهو تفرق بقى، هنلف الرز ده بمكعب الزبده ده. اوعى الزبده تتحرق منك، احنا بس هي الفكره كلها الرز يدفى الزبده تسيح في قلبه. ننزل عليه باللبن. اه فكره جربيها، تبقى انت خد عندك الرز بلبن فيه بروتين وقيمه غذائيه عاليه جدا، اللي ياكل طبق رز بلبن يستفيد بالقيمه الغذائيه بتاعته. اه الزبده اول ما نلاقيها كده خلاص بقت مع الرز دافيه واختلطت ببعضيها، بننزل بالحليب بتاعنا ده كده، ونسيبه على النار. بس هو ده، ده قصة الرز بلبن مع شوية مية بيغلوا على النار كده. نعم فانيليا، والله عايزينه بطعم الفانيليا ماشي، بطعم القرفة ماشي. على فكرة الرز بلبن مش أي حد بيعمله مظبوط، أهم حاجة إن الرز يستوي كويس. بنستفيد بمعلقتين من النشا، النشا ده بيدي قوام للرز بلبن، ما بتشوفيش حبات الرز قدامك، بتبقى غطسانه في المهلبيه بتاعت الايه النشا. هنسيب الرز على النار ونخش على اللي بعده. استاذه رحاب، مقادير شرايح البتنجان الكريسبي هنعملها مع بعض ازاي؟ المقادير على الشاشه. معانا بتنجان، معانا رقائق الذره الهشه، معانا سمسم، معانا بيض، معانا شويه توابل وشويه زعتر وشويه روزماري. مقادير على الشاشه، شرايح البتنجان
او رقائق البتنجان الكريسب. الصوره لونها اسود على الشاشه، بس صدقوني بجد بتعني كتير. السواد جمال، السواد ده القلب، البتنجان طبعا قلبه ابيض. هنشوف دلوقتي البتنجان الحلو، ولسه البتنجانيه صاحيه، البتنجانيه طالما بتلمع كده وقشرتها بتلمع اعرف ان لسه جايه يعني طازه. ده مهم جدا على فكره، اللون بتاع القشره بتاعت البتنجانه يدل على ان البتنجان ده طازه. وتعالوا مع بعض نعمله بطريقه بسيطه وسهله. حلو قوي، ناخد البتنجان الحلو ده كده، دايما مظلوم يا بتنجان. حلو، تعرف ان البتنجانيه طازه ازاي؟ اول ما بتلاقي دي كده خضره مش ناشفه بالشكل ده كده. حلو، ناخد البتنجان نقطعه شرايح كده. شفت انا بتعامل مع البتنجان ازاي اهو؟ شرايح طوليه. الله، بجد يا شيف ده احنا البتنجان ده احنا ظالمينه بس مسقعه، او ان احنا نعمله مقلي مع شويه طعميه. ما فكرناش نعمله كريسب زي الاسكالوب، لا فكري وشوف هيعجبك قوي على فكره. شفت الطريقه التقطيع دي؟ بتنجانات كف عيله، خلي بالك. اه حلوه، هناخد البتنجان ده بالشكل ده كده نستفيد بدول. ايه الكمية دي؟ بسم الله ما شاء الله، كل ده طلع من البتنجناية؟ كل ده، ده ملوش لازمة؟ والله أنا بخليكي تعملي أفكار حلوة، بتعملي أشكال حلوة من الأطباق بتكلفة غير مكلفة. يعني القصة كلها أنا مش عايزك تكلفي المطبخ، آخر حاجة ممكن تفكري فيها المطبخ. آه، دي طريقة للتقطيع. في طريقة تانية ناخدها بالشكل ده كده، ولكن هي الفكرة إن البتنجان الملمس بتاعه ناعم جدا، فأنا عايزاه طبعا يمسك التوبنج بتاع التتبيلة بتاعتي أهو بالشكل ده كده برضو. ده شوية حلوين، مش لازم بقى كل يوم فراخ ولحمة كده، إحنا خدنا اللي إحنا عايزينه من البتنجان. هناخد دول كده نخليهم على جنب، وتعالوا مع بعض نشوف البتنجان ده هنشتغل معاه ازاي. انا بجد عايز اعمله النهارده طبق حلو يعجب حضراتكم. هنجيب تتبيله كده حلوه، معانا روزماري، كانك بتتبلي حته لحمه بالظبط. خلي بالك انا هشتغل مع البتنجان ده كاني بتبل لحمه. ده روزماري بالشكل ده كده، بحط عليه ثوم طازه على البتنجان. اه شويه شبت حلوين، عصره ليمون، كانك بتتعاملي مع حته لحمه هتتبليها، شويه الملح الحلوين، شويه سمسم حلوين بجد. اه مع البتنجان بنبني الهرم الغذائي، زعتر وبابريكا معاهم. يلاقيه اللحمة بس اللي تتبل، كمان البتنجان يتبل، بس اوعى تحط أي مادة دهنية يعني في التتبيلة دي خالص. يعني ما تجيش على بالك تحط زيت ولا حاجة، أنت مش بتشوي لحمة أو بتشوي فراخ. هناخد البتنجان بعد التتبيلة الحلوة دي كده والخلطة الحلوة دي كده هنقلبها. مهم جدا. وناخد البتنجان الحلو ده، الله، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد البتنجانيه كده بالشكل ده كده تجريحه، نفس القصه هنا بالسكينه، ونتبلها هنا كده. الله، اه يلا مع بعض، المكان ده حلو، يلا بينا. اه
نفس القصة. في أكلات التكلفة المادية بتاعتها قليلة بس بتاخد مجهود شوية في الشغل. مع بعض. بسكينة صغيرة أو تعوري إيدك. تاني. عندنا بيض. طالما الشيف قال بيض وجات سيرة البيض يبقى فيه بانيه بس مش بقسماط. تتبيلة بتجان، نخلي دي على جنب كده واحنا شغالين. نعم. لا مش هيشرب مية، مش هيشرب زيت. الباذنجان دايما مصدوم، يقول لك هيشرب زيت منك خالص. الطريقة دي لطيفة، أنا بجرح الباذنجان عشان يشيل من التوابل. بالشكل ده كده. نفس القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباذنجان مع شويه طعميه الصبح مع الفلفل والبطاطس، احنا المصريين عاشقين للاكله دي، بس احنا النهارده بنقدمه بطريقه حلوه تعجب الاطفال اللي مش بيحبوه مقلي مع التوميه والطشه اللي احنا متعودين. نعمل واحده كمان. حاضر، نعمل العريضه دي. وانا والله ما بحبش اقشر الباذنجان، بحب اخلي السواد بتاعه كده زي الفل. تمام. هناخد مع بعض دلوقتي، عندنا بيض، عندنا بقسماط او رقاق الذره زي ما احنا شايفين كده، ومعانا من البيض اتنين بيضه حلوين. بس انا اقول لك على تركية حلوه دلوقتي تخلي لك الخلطه دي تمسك في البتنجان واحنا شغالين مع بعض. اتنين بيضه حلوين كده بالشكل ده كده، على البيض ده شويه نشا، هي دي التركية بقى الحلوة. ده نشا عليه شوية سمسم عليه شوية حليب ونقلب السمسم مع البيض مع الحليب مع النشا. شفت القوام ده كده؟ ليه حطيت نشا يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك. شوية الملح هنا. وهنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض؟ الزيت عندنا سخن، درجة حرارة الزيت تكون شديدة، خلي بالك يعني. هناخد الخلطة دي ونسقطها هنا. يا ويلي، ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ ايه الإبداع ده؟ تسلم ايدك. وتعالوا مع بعض نحمر الباذنجان ده واحنا واقفين زي الفل. معايا رقائق الذرة الهشة، بحط عليها قليل من الدقيق بالشكل ده كده. موضوع لطيف وسهل على فكرة، بس على فكرة في رسالة هنا، ازاي تعملي طبق جديد. شوية بابريكا حلوين، احب الكركم مع الباذنجان، واقلب دول يا عم الشيف، واجي هنا عند حبايبي وابدا احمر الباذنجان الحلو ده كده. انت مهتم جدا بالبتنجان يا عم الشيف، ده انت ما بتعملش كده مع حته اللحم. طب تعالى شوف الاكله دي مكلفه كام. شفت رقائق الذره دي؟ الكيلو 3 تعرفها. يلا بينا. هو ده نشتغل هنا يا شباب. يلا بينا. هنقف هنا نعمل حاجه لطيفه كده واحنا واقفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه دي لطيفه، فيها النشا فيها التوابل، بنحطها كده. التجريحة اللي أنا مجرحها للبتنجان لطيفة أهي، شفت إزاي؟ حتة اسكالوب بقى أهي، بوفتيك. وأنزل بقى فين يا عم الشيف؟ زي ما هي كده في قلب الزيت. يلا بينا كمان أهو. تسيبوني بقى أعيش مع البتنجان؟ شفت الحلوة دي؟ الشريحة دي شريحة لحمة أهي، ده اسكالوب في قلب الزيت. كمان يلا بينا. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بس هنا في رسالة بوصلها، إن المطبخ مش تكلفة. المطبخ مش ان انا اشتري حاجات كتيره قوي والفاتوره لازم تبقى بالوفات. ده كيلو بتنجان عملته للاولاد بشكل جديد وبفكر جديد، وبقى زي الاسكالوب اللي احنا بنعمله من اللحمه او الفراخ.
خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف طاجن المكرونه بالكبده الاسكندراني، شويه رز بلبن مع القرفه والمكسرات، حلوين جدا. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم من عند البتنجان. بصراحه في قلب الزيت يعني المنافسه مع اللحمه المفروض مع اللحمه او الكفته او البفتيك، لا طبعا منافسه قويه. نبص على البتنجان اتحمر، بعد ما اتحمر بقى شكله عامل ازاي. الله الله، هو ده. سامعين الصوت ده؟ لو انا بحمر حته اسكالوب مش هتديني الحلاوه دي. ده البتنجان لطيف وحلو والاولاد يتعشوا، بس الشيف المغازي كالعاده بيحب الايه؟ يعمل حاجه جديده. انتوا عارفين يعني. يعني لو قدمته للاولاد كده يعني تحس ان هو فقير، بتنجان يا ماما مقلي، طب يعني مثلا ما فيش، لا انا هحط عليه جبنه موزاريلا زي البيتزا كده وطماطم ودخله الفرن. اصبح عندك شريحه بتنجان بتحتوي على كل البروتين اللي انت عايزاه. بتحتوي على جبنه موزاريلا فيها طماطم، ممكن تحط كاتشب على فكره، ممكن تستغنى عن ده وده وتقدميه مع مايونيز او مع توميه يبقى لطيف وجميل. انا مركز معاه شويه على فكره. ادي الجبنه الموزاريلا الحلوه بحطها كده. شفت الافكار دي؟ سهله جدا. انا هكتفي بالموزاريلا دي واحط عليها شويه زعتر وادخلها الفرن. الجبنه اللي انت حباها بقى مفيش اي مشكله. والله يا شيف حاجه حلوه سهله. ممكن تحطي حاجه زي كده مثلا، عندنا فلفله حلوه، الاولاد بيحبوا الحاجات السبايسي. شفت الجو ده كده؟ حط شويه زعتر حلوين وندخل الكلام ده الفرن. وعملنا طبق جديد للاولاد وجربيه وقولي لي رايك فيه. احنا بنتواصل مع بعض من خلال السوشيال ميديا. والله يا شيف مغازي انت جبت كيلو بتنجان استخدمت حبيتين منه وعملته بشكل حلو بشكل لطيف. ادي شويه ريحان اخضر وندخله الفرن، ياخد له 3 دقايق تقريبا على الشبكه بتاعه الفرن. ما تحطوش في الارضيه لان عايز بس الجبنه تسيح. ايه رايك في الصوره الحلوه دي مخرجنا الجميل؟ الصوره ده بتنجان على فكره. اللي ما حضرش من الاول هيفتكروا سكالوب بانيه، هيفتكروا فراخ، هيفتكروا لحمه. ادخله الفرن؟ يلا بينا. خلي كده عشان يبان. يلا بينا. ده سكالوب البتنجان، ونقدر نقول شرايح البتنجان كريسبي، وهنقفل الفرن بتاعنا. تعالوا نعمل مع بعض طاجن كبده اسكندراني بالمكرونه. طاس على النار شديده الحراره، والكبده موجوده والمكرونه موجوده، مش هياخد مننا وقت، ولكن الاهم من الوقت يا عم الشيف المقادير على الهواء معانا على الشاشه. مقادير بسيطة وسهلة ازاي نعمله مع بعض. وانا شغال جنبي الرز بلبن على النار بواصل التقليب بالشكل ده كده. الله، حلوة. طاجن المكرونة بالكبدة. المقادير شفناها مع بعض. بحط معلقتين من الزيت، خلي بالك ده مهم جدا. حلو قوي. وعندي الكبده الحلوه دي كده، الله، من غير اي حاجه، مش هحط توابل ولا اي حاجه في الكبده زي ما هي كده اهو. انا عايز الطعم ده. قطعيها وحطيها اهي زي ما هي كده اهو. ما حطيتش يا شيف اي ولا حاجه هحط. شوفي بقى المدرسه بقى. وده زي ما هو كده سليم برضه. دي مدرسه. حلو. في حالة التحمير بنزل بشوية ثوم وأقلب. الله، ريحة الكبدة هنا شاممها، مش شامم ريحة مثلا البهارات وإيه، بس الكبدة. وعلى فكرة عايز أقول لك على علامة مميزة. عايز تعرفي الكبدة دي حلوة؟ ضاني ولا مش ضاني؟ مصدرها؟ اللطافة بتاعتها؟ تعملي حاجة حلوة أوي. إيه هي؟ حط الكبدة على النار من غير أي توابل، أي حتة لحمة، عايزة تعرفي مصدرها وتتأكدي منها بتحطيها على النار من غير اي توابل خالص. معانا شويه ميه صغيرين بنحطهم على النار
مع شوية زيت صغيرين مع رشة ملح حلوة، واسلق المكرونة البنة ده. هي دي مكرونة بنة اهي، بس لازم طبعا المية ايه تكون سخنة زي دي كده بس خلاص. وهحط مع المكرونة دي وقت تتسلق، شفت بقى المدرسة، هو ده الكلام. شوية بصل بجد حلو، معايا شوية روزماري مع المكرونة وهي بتتسلق، تديني الطعم بقى اهو، لأن المية اللي أنا حطيتها للمكرونة دي هي المية بتاعت تسوية المكرونة عموما. الله، أنا هنا بفك المكرونة دي أو بحلها، في الآخر هنكمل سواها مع الكبدة بتاعتنا الحلوة دي كده. الله، شفت الحلاوة دي؟ شفت الكبدة العصافيري دي؟ ما فيهاش غير تومة، ما فيهاش غير تومة. الله، الملح بتاعنا، الفلفلة الحلوة، يانا لا أنا حطيته من أي سلاته مع المكرونة عشان لأن أنا مش عايز أحط بصل على الكبدة عشان ما تغيرش طعمها، فأنا هنا بطعم المكرونة ببصلاية على النار كأني بعملها في بوكيه جرنيه زي الشوربة كده. الله، سؤال وجيه جدا، يعني بدل ما اجيب شوربه فراخ او شوربه لحمه، لان الطواجن دي بتعتمد على نوع الشوربه، فانا هنا بصنع شوربه من الميه بتاعه سلق المكرونه اللي هو الروزماري مع بصلايه حلوه. المكرونه هنا خدت طعم تاني مع معلقه زيت مع رشه ملح، لان الميه دي هي اللي هتسوي المكرونه كلها. شفت الناس الحبايب اللي في الكنترول بيحبوا استفسار؟ شفت المكرونه اهي. الله الله على الريحه الحلوه دي. نعم، سؤال وجيه برضه، ليه حاطط الفلفل سليم ما قطعتوش؟ دايما الكبده الاسكندراني محصوره ما بين تقطيع فلفل وتوم وكزبره وخل والجو ده، دي واخده سكه تانيه خالص. انا بعمل طاجن المكرونه بالكبده فالطعم هنا مختلف، فانا حاطط فلفل سليم علشان الاطفال اللي هياكلوا من المكرونه دي حسب الرغبه، فيبقى السبايس هنا معتدل شويه. انا شغال رز بلبن هنا معايا، خلي بالك اوعى تخطئي وانت شغاله وبتقلبي كده الكبده، تيجي ايدك رايحه على الرز بلبن وبقلبها عادي. الحاجات الصغيره دي تخلي بالك منها. الرز معانا استوى اهو، شفت شويه الرز حلوين ازاي؟ ننزل بالسكر. الله، شويه زبيب بحبه يغلي مع الرز، خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. شويه فول سوداني بحبه يغلي مع الرز عشان لما تكون حماتك عندك وماميتو عندك المكسرات دي ما تكسرش سنانها. يلا مقاديره على الشاشه وانا بقلبه كده. مقادير الرز بلبن، مقادير بسيطه وسهله، حليب رز بلبن، حليب قرفه، فول سوداني، شويه زبيب، سكر او عسل ده اختياري حسب الرغبه، ومعايا القرفه الناعمه دي، ومعانا القرفه بتاعتنا هنزين بيها الرز بالشكل ده كده. نعم ابن حلال والله العظيم، ما انا قايل لك فكرني يا طيب. تعالوا مع بعض نشوف البتنجان اللي في الفرن وصل لفين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لا دلعني بالله عليك يا مصر، شوف الحلاوه دي. كنت مصدق ان ده بتنجان في الاول؟ ابدا ابدا يا اخي الكريم. تعالوا نغرفه مع بعض. الله، الا شويه المكرونه دلوقتي، هو ده. شفت المكرونه دي؟ انا شغال، هو ده. ايه رايك نغرف البتنجان مع بعض والرز بلبن؟ هنا يا شباب الرز بلبن ده دي حكايه، شويه المكسرات مستويين مع الرز مع الزبيب مع جوز الهند مع الفانيليا مع السكر، هو ده. تعالوا نغرف ده كده مع بعض. الله، نعم حاضر يا غالي، حاضر يا قلبي. عايز اشوف البتنجان ده استوى ولا لا، تدوق وانت تعرف.
يعني انا اوريك للامانه، يعني حد دخل دلوقتي عليك المطبخ وانت شغاله، عايز تعرف انك شاطره ولا لا لازم يسالوك ده ايه. انت بقى بشطارتك كده وبثقه تقول لهم دوقي الاول وانت تعرفي ده ايه. طبيعي لازم تسالك، لان عمرها ما شافت البتنجان يتقدم بالشكل ده، زيه زي البيتزا، الميني بيتزا اللي احنا عارفينها، او الاسكالوب فينواز. فينواز ده بياخد ايه؟ بياخد بقدونس وبيض وشرايح من الليمون، وياخد صوص طماطم. الله، يتقدم فين ده يا عم الشيف؟ معانا هنا كده. بسم الله. نعم، هندوق ونشوف. ايه الاخبار؟ بص على نطلع فاصل. طب يلا اخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع نجاوب على السؤال. شيف المغازي سوى المكرونه لوحدها، سوى الكبده الاسكندراني مع الهريسه او الفليفله الحلوه، والكبده اللطيفه الحلوه العصافيري دي، الله على الريحه بتاعتها. هنرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل طاجن كبده اسكندراني حرش كده ولطيف من الطواجن الاكلات الشعبيه. معانا طبق رز بلبن جامد جدا، مدرسه المغازي بتقول نساوي المكسرات مع الزبيب على النار. ما تنسوش البتنجان الحلو اللي هو ملك السفره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف اخبار الكبده ايه مع المكرونه. الله، هو ده، شايفين الكبده الحلوه دي؟ ميه سلق المكرونه هنا مع البصلايه مع التومية مع معلتين زيت مع رشة ملح. شوف المدرسة بقى، شوف المدرسة المغازية بتقول ايه. بص على الحلاوة، يلا بينا. يلا بينا، هو ده مكرونة على النار، كبدة اسكندرانة على النار، هننزل بكل ده. الله يا حلاوة. هنا يا شباب، يلا بينا يا مسهل. شفتوا كده؟ هو ده كله على النار. كبده، مكرونه، فلفل، توابل، كل الطاجن ده يا عم الشيف هنسيبه ياخد غلوه على النار. بعد الغلوه دي هنحطه في الطاجن الحلو ده كده ونقدمه. ولكن خلونا مع الرز بتاعنا اللي عملناه يتقدم ازاي. في طريقتين لتقديم الرز بلبن، يا اما نقدمه كاسات، وانا مع فكره عمل رز بلبن كاسات، فكره ان احنا نقدمه في كاسرولة حلوه للي حابب ياكل كمان، وتبقى عندنا طبق حلو كده لكل افراد الاسره. فخلونا نقدم طبق العيله بالشكل ده كده. بس ده يهمنا قوي، وانت بتقدم الرز بلبن لازم تكون الادوات اللي بتستخدميها ما فيهاش لا بصل ولا ثوم ولا فيها اي اثار خالص علشان ما يكربش معاك. الله، ده رز بلبن. بيعجبني بقى مدرسة المغازي شوية المكسرات اللي مستويين مع الرز. دايما احنا الرز بلبن بنلاقي المكسرات على الوش، نيجي ناكلها تقل مزاجنا، تلاقي الفول السوداني جبن السنان. حلو. الله الله، ايه الحلاوة دي؟ هو ده معانا الزبيب بقى، اللي حابب ياخد الزبيب على الوش كده بالشكل ده كده. معانا قرفة ناعمة، خلي بالك مهم جدا، انا بحب الرز بلبن بالقرفة. بحب السحلب كمان بالقرفة بالشكل ده كده. معايا شويه فول سوداني، اللي حابب ممكن تحط انت عين جمل، ممكن تحط فستق بما يزيدك. الف مكانه، عشان عايز احط تاجر المكرونه في المقدمه. ايه رايك مخرجنا؟ خلي ده هنا. عينيا يا فندم. تاجر المكرونه اخباره ايه؟ الشيف اشتغل عليه جامد قوي. شفت الحلاوه دي؟ هو ده، دي المكرونه اهي، كملت سواها مع الكبده، الطعم جوه التفاصيل دي. طاجن المكرونه
بالكبده. ناخده زي ما هو كده. يلا بينا. معانا الطايم قد ايه يا شباب حبايبي الحلوين؟ حلو. الله اكبر، ايه البركه دي النهارده. انا بحب الخضره جوه الطاجن، ممكن شويه بقدونس حلوين. حلو. ونقلب كده. نعم يا غالي، سؤال وجيه بيقول لي نقدر نعمل الطاجن ده بفراخ او بلحمه؟ ممكن، بس مش هيبقى نفس الطعم. عشان نتكلم يبقى فيه مصداقيه، فكره ان انا اعمل طاجن مكرونه بالكبده الاسكندراني. الكبده يا اخوانا دي كتل دمويه معروفه، وما نعرفش احنا لسه الخبره، يعني بعض الستات والامهات الكبده بتيجي البيت مش عارفاها اذا كانت ضاني ولا كندوز ولا جملي ولا هكذا. فانا انصحك واطلع من هنا برساله، الكبده عايزه تعرفيها حلوه ولا لا من ريحتها، لان هو شكلها قدامك دم من الاخر، او فيها دهون ولا ما فيهاش دهون. فتتاخد الكبده زي ما هي بالتقطيعه تحطيها على طاسه شديده الحراره، ريحه البخار اللي طالع وريحه الصدمه الناريه هي اللي هتقول لك الكبده دي حلوه ولا مش حلوه، ضاني ولا مش ضاني. طب تعرفها ضاني ازاي؟ من الكندوز ازاي؟ الضاني دايما بتبقى فيه ريحه الزفاره شويه وريحه شاذه شويه، اما الكندوز بتبقى ريحه بريئه، ما بتبقاش ريحه قويه، خلي بالك. ثانيا تعرف الكبده لو ريحتها طبعا مش ريحه مش طبيعيه، هتعرف ان الكبده قديمه او ان هي طبعا مش لطيفه ومش متخزنه كويس. انا حطيتها هنا وسويتها، وبعدين نزلت بالمكرونه بتاعتي بعد ما خدت البصله والتومه وخدت الفلفله الحلوه بالشكل ده كده، والطاجن هنا جاهز زي الفل. في طريقتين، موضه ماشيه دلوقتي نحط كريمه لباني، وموضه تحط جبنه موزاريلا، اختياري يعني. ممكن الطاجن ده ياخد موزاريلا او ياخد كريمه لباني، احنا هنحط شويه ايه موزاريلا جوه الكبده كده، هو ده بدل النشا وبدل الدي. ونقلب كده. الله، هو ده الانسجام بقى. قلب الصغير لا يتحمل يا مصري. يلا بينا، يلا بينا، هو ده. الف هنا وشفا. الله. والمكرونه اهم حاجه تستوي مع الكبده. حلو قوي. تسلم ايدك يا شيفنا. السؤال التاني اللي دايما بنتساله شيف مغازي، احنا بنخش المطبخ ما بنلحقش نعمل الاكل اللي انت بتعمله ده في التايم ده، انت بتعمل ايه؟ انا شغال مع حضراتكم ودايما ماشي على مقوله شهيره، على عينك يا تاجر. يعني على عينك يا تاجر؟ يعني الميه تكذب الغطاس. بالمعنى المكرونه عندي سلقتها وانا شغال على النار، على الكبده ما خدت الصدمه الناريه. الرز بلبن بدات بيه الحدوته بتاعتي، حطيته مع الحليب على النار وسبته يحل ويستوي. البتنجان قدام حضراتكم قطعته وحطيت عليه طبعا التتبيله وقليته في الزيت، وعلى ما خد الوش الجميل الحلو الكريسب ده بقى لطيف وجميل، وقدمه للاولاد. ولكن انت لو بتعملوا السفره دي للامانه هي دي سفرة العدل بتاعها، طبق مكرونه مع الكبده معاها بتنجان مقلي، هنحل بطبق رز بلبن، والف هنا وشفا. التكلفه الماليه هنا ثلاثه تعريفه، ولما بقول ثلاثه تعريفه المقوله هنا مش ان انا بستهزي او ان انا بقل من الحاجه، بالعكس انا بقول ان التكلفه قليله جدا، بس السفره فيها فن، فيها رؤيه، فيها شكل جديد، فيها طعم جديد. دي التفاصيل اللي بقولها، رؤيه، فن، ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.